وتعرف برضه حصلت ظروف فهموه غلط برضه من الحاجات اللي فاهم ده ما عنده جسم وعنده ناس، يعني بكل ظروف حالة دون فهمك بشكلك الصحيح. يعني عندك حلين، يتخلي الحال على يبقى الحال على ما هو عليه، يعني على المتضرر اللجوء لخدمات المشتاقين، او انك انت تقدر تصحح مفاهيم الناس حولك، وبرضه ده تعب. يعني خلي المواقف، مواقف هي المحك الحقيقي للحاجات، هي اللي بتعبر عن شخصك وإنسانك وذكرنتك ورجالتك وجدعنتك وحاجاتك، وبتوري الناس ذاته معدنك منو الفالص ومنو الألماس. ليلى برضو يا جماعة رغم الظروف معانا الناس العادل والزين، معانا نورة إن شاء الله أنتم طيبين، وبيسبحة وحنة سرتية وصحن حنة رغم الظروف يا جماعة، وكل المتطلبات الزواج الصعبة ناس العديل والزين موجودين. تحياتنا اليوم دكتور عبد الرحمن وأستاذ محمود وكلهم، ناس سوزان وهديل وناس اسلام، كل الموجودين على كواليس جمال الشلت العديل والزين. نوره بالانابه عنهم الليله تتحدث، ونسلم على نوره. ازيك وان شاء الله طيبه. اهلا استاذ عفاف، كيف؟ تحيه لك ولي جمعه طيبه. جمعه طيبه عليك وعلى كل الشعب السوداني يا رب. اذا بسبحه يسر وحنه وضريره ومحلبيه وفرحه عامره للناس. متجدد تواصلكم معانا العديل والزين، والحاصل شنو هسه على الشيء اللي بيكم يعني الطيب والجديد؟ والله شنو؟ زي ما احنا بنقول الفرحه سمحه لما تكون بالبسيط. احنا حريصين ان الناس والله رغم الوضع الحاصل انها تكون سعيده، يعني رغم الظروف. رغم الظروف الحال هي بتستمر وبتمشي، يعني دي ما زي ما قال بقت من مسلمات الحياه. نعم. احنا حريصين انه رغم الظروف دي نتماشى ونعمل للناس حاجه تكون ان شاء الله عليها تحدث فرق. اذا وصلت نفسها شيلة سعرها برضو في تخفيضات وفي حنيه وانسانيه مع الناس. ايوه يعني هسه حاليا الشيلة 4 في 4 وبالريحه بتاعت 2 في 2 ما بتتخطى ال 170 ما شاء الله. ايوه بالخامات بتاعت الثياب المختلفه اللي هي المواكبه للموضه. ايوه يعني احنا بنقول ايوه للزباين بتاعنا البصمه والراتب الهندي والايطالي كله عندنا. صحيح. فهم مثلا بيعملوا المقارنه في السوق ويجوا نفس الخامات الموجوده وفي السوق واجود بنفس السعر ده نفس الريحه وتكون كمان اجود من السعر. الجامع بيكون مثلا بس للعطوف، في ناس مثلا ما عايز لابس، بتلقاهم هم قبل العروض بتاعتنا بيصير يشتروا ملابس اوريدي. في عندنا برضو عرض الريحة اللي هي عندك الريحة 1 في 1 النواشف بتاعتها 4 × 66، وعندك الريحة 2 في 2 والنواشف بتاعتها نص في نص اللي هي بتكون بـ96. متوفرة كافة الألوان والأشكال بتاعت الثياب، الأذواق المختلفة بأسعار يعني قد تكون زي ما قلت لك يا أستاذ عفاف، إحنا السودانيين عندنا إنه الشيء سعره معقول بيكون جودته مع تمام. فاحنا بنتمنى انه الناس تزورنا في معارضنا اللي هي في الخرطوم 3 المعرض الرئيسي. صحيح. وفي صحيح. المعرض بتاع ايوه في المينا الدري بيتعاملوا معي مباشره انا نور الطيب في الصاله 2 المكتب رقم 14. طيب نورا في اسع فروع في الاغاليم انتوا فتحتوا، كنا احنا معاكم من الاول يعني الجديد. ايوه المعرض. احنا من بدري عندنا فرع في شندي، فرع في عطبره اللي هو في المينا الدري عطبره، كسل ابو السودان هسه. ايوه كسلة بورسودان بارة دي من اول الفروع اللي احنا عملنا معاها الفولة في غرب كردفان. ف يعني احنا بقدر الامكان حاولنا انه نسهله، عملنا موقع مينا البري للتسهيل برضو للناس المناطق القريبة المسافرين. ايوه يعني عبرك مش المسافرين، اصل الخرطوم جنوب عارفة انه مينا البري هو مركز لكل مواصلات العاصمة المثلثة. فعملنا لهم المركز بتاع المينا الدري يخدم ناس الحصحيصه وناس الازهري والانغاز والكلاب، لا الخرطوم جنوب تقريبا يعني كل هذا ذاته مهم، لانه بقت الظروف المواصلات دي صعبه شديد، حتى كمان ترحل شيله نفسها حاجه صعبه. والله حاجه صعبه، احنا قدر الامكان حاولنا انه نعمل لهم مواقع هي تكون يعني استراتيجيه عشان تخدمهم. فمثلا الزول اللي بيجي، في ناس مثلا بيجدوا صعوبة في انهم يوصلوا بيويو كوان. نعم. فمباشر مثلا بتلقي الزول من الخرطوم بحري ممكن يطلب مواصلات واحدة عشان يجي المينا البري. ده غير انه خدمة المسافرين القراب اللي هي ولاية الجزيرة الفاو والجبار، في ناس بيجوا في نفس اليوم بياخدوا الشنط بتاعتهم وبيرجعوا. يعني في ذاته هدايا متاحة يعني لناس برضو، كم مرة كان في عروض عندكم لهدايا متاحة؟ ايوه ذاته مهمة شديد، لأنها يعني ده الفعل الرئيسي للعروس.
والله زي ما انت عارفه يا استاذ عفاف انه الريحه حاجه حساسه جدا جدا، زي ما انا بقول لك الريحه هي الامهات عاده اختياراتهم بيهتموا بها اهتمام شديد. صحيح ايوه بيهتموا بها اهتمام شديد، والله وهم معاهم حاجه يا استاذ عفاف تستحق الاهتمام، لانه الليل انا ما ممكن اول فرحه لي اجي اقوم اجي افتح ريحه وقدام الناس وتطلع كده، انا في النهايه عايزه حاجه جوده، لانه الريحه هي امتداد لعاداتنا وتقاليدنا الجميله احنا لسه محافظين عليها زي ذات اول فال واول لمه وكده، يعني الليله فرحه العروس بالريحه الاولى دي فرحه، يعني فرحه لازم تكون عطره وجميله وحاجات نظره كده وحاجات تكون يعني جوده، عشان كده بتهتم ناس العديل وزين ايضا، لانه الريحه ذاتها تكون يعني سودانية وجودتها عالية وكل الحاجات الحلوة فيها. أيوة جودتها عالية وتقوم توفر كافة ال بيختلف يعني بس الزوج، الناس هناك يعني بتبدأ الشيلة من 4 وممكن الزول يزيد بيختلف على 4. أيوة 4 الألوان والحاجات الحلوة. أيوة الخامات، في ناس بتفضل إنها مثلا تلبس ثياب ربيت، في ناس بتفضل إنها تلبس سوت الكامل، في ناس بتحب ألوان شاين، في ناس بتحب ألوان كده أيوة البسيطة على حسب أيوة الزوج، في ناس بتحب الوان الحديقه المشتغله كده حسب الذوق. حتى كواليس الشيله فيها فراشات وشباب وشابات جميلين بيحاولوا يطقموا معاك ويطولوا باله انه لحد ما انه زول يكمل شيلته ويجهز شنطته. يمكن يا استاذ عفاف انت لاحظتي التيم هو كلهم من الشابات يعني النشيطات الموجودات عائله والله كلهم، فيمكن الفكره هي شنو؟ الفكره بتاعت انه مركز بتاع شيله، اول مركز بتاع شيله في السودان بيكونوا شغالين فيه بنات السيدات عموما، انت شفت الممرات بتاعت الاسواق بتكون كيف، والباعة بيكونوا عاملين كيف، احنا ما بننقص الناس مرات الزول في اختيارات الشيلة بيكون متحسس، لكن لما يلقى شابات زيه بيقدر يطقوا معاه الالوان من الشنطه من الحزام من كل حياته الحلوه بتبقى في اريحيه في التعامل، وبدوها يعني شوره مثلا بدو العريس شوره، انت اخذت الالوان دي كده ما في، ده بينفع ده ما بينفع، فبيقوموا بدوهم راي يعني رايهم هم بطريقه سلسه. معي انت يا نور ان العروس هي سيدة الموقف، هي سيدة المكان والزمان، العزل لها والحاجات كلها متوقفة عليها، يعني على زوجها وعلى افكاره وعلى الحياة الحلوة. ايوه والله انت بتعرفيها استاذ عفاف، هي مش هي العروس سيدة الموقف، والعروس هي لما تجي تلقى مكان فيه بنات زيها بتفتح المكان ذاته، الطريقة بتاعت عرضه يعني ما تكون في زحمة، العروس ممكن تجي تاخذه من ادق التفاصيل اللي هي ممكن تستحي انه في السوق تسأل منا أو تكون مثلا هي خجلانة، إنها فعادي حتى الفكرة بتاعت إنها ممكن تجرب الملابس، تشوفها عندنا غرفة مثلا بتاعت تجرب الملابس، بتجرب بتشوف عرض كبير، يعني مثلا كافة الثياب كافة الشباشب كافة الحاجات دي بتكون موجودة بصورة كويسة وهي قاعدة مرتاحة، مرات بتلقي في الزول في السوق عايز يشتري عشان يخلص او عشان ما ياثر الناس اللي معاه، وانت عارفه طريقه شراء الشيله صح، لكن هنا ده في احساس عالي بها بان كل حاجه تكون مع الحاجه يعني مطقمه او يعني شيك شيك مع بعض وحاجات مختلفه كده. ايوه وعاده يعني شوفي زي المركز الرئيسي في الخرطوم 3، الحاجه لو انت مثلا اصريتي عجبت حذاء الشابات دول والله كتر خيرهم، يعني ممكن واحده تمشي المخزن وتفتش يعني في المعرض ما موجود، لا لا هي لهم طولة بال ما طبيعية وجمال ما طبيعي في التعامل، ذات المركز يعني شيلة العدل وزين حتتها نفسها أريحية في التعامل في النظرة في التوب في العزل في وقتها في الجلسة ذاتها، المكان جميل المكان جميل وبسيط وهادي، أيوة الناس دائما بتلقى التيم متناغم قدر الامكان ده يحاول يخدم فعلا العروس، والله ما بيحسسوها انها هي زبونه ولا كده، دائما بيحسسوها انها اختهم، ياما بتحصل حاجات انت بتعرف انه المجتمع فيه حاجات كثيره بتحصل، مرات خلافات مرات بيحصل تضارب في اشياء، التيم والله دائما بيتدخل بمرونه، وما في عروس طلعت يعني زعلان، انا دائما بقول لا لا الكلام. هو بيكون اصلا فيها شد والجذب لحد ما الصوره تكتمل، لانه الناس بتكون ذات قلقانه، العروس ذاتها بتكون عندها هواجس، فالناس لما تمتص غضبها وتبدا تعزل وتبدا تشيل حياتها الحلوه من ريحتها لملابسها اللي كده بتبدا تجهز لفرحتها الكبيره. ايوه وانا عبرك يا استاذ عفاف يعني بحاول اقول للشابات ولاهلهم انه موضوع العلم ما الحاجه الكبيره، الشيله دي يعني حاجه بسيطه جميله انيقه لمناسبه بتمتد للعمر كله، الناس يعني تحاول دائما تمشي من صعب المواضيع، الليله الشباب في السوشيال ميديا لو لقيتهم يا استاذ عفاف بيكتبوا عن الزواج بطريقه يائسه جدا، فحاجه انا احب ابشرهم انه والله الموضوع ما بالصعوبه دي، احنا اكثر ناس يمكن شفنا كميه بتاعت عرسان كميه بتاعت عرايس بتدقوا لنا من بيوتهم، ف
فاحنا عرفنا انه الموضوع السيف ببساطه. ياما في بنات انا من هنا بحييهم يعني، بنات انيقات فكر طيبات، الواحده عايزه يعني تمشي الوضع بالحاجه الجميله، مرات بتترك لك زمام الامر، انت تساعدي انت تعملي. نعم، لانه ان الناس ببساطه يعني بحاجات بسيطه الحياه بتمشي يا اميره الشباب، يعني بالبسيطه. أيوة. الزول جايك وبتبشر بالخير وبالحاجات الحلوه. لو لاحظت يا استاذ عقاب، في ناس بتحاول تنفذ معارض ضخمه وفخمه وباسعار خرافيه، احنا لا، ما يعني نلا الناس ما بتغلب انه تعمل مثلا معرض ضخم. الناس بتراعي الظروف الحاصله على الشعب السوداني كله، انه في ظل الاوضاع دي الناس بتعرس وكده، فالناس دايره تساعد بعض على اساس انها تتم الفرحه دي بابسط واجمل حاجه، البساطه والجمال ذاتهم مع بعض مترادفين. والله وانا بكرر ان احنا شعب بسيط، احنا شعب طيب، واحنا شعب نستحق الفرح، واحنا شعب يعني عندنا عادات وتقاليد جميله جدا ما موجوده في اي شعب. فاتمنى انه الناس دائما في مقص البلد بتمر بظرف يعني صعب، اتمنى انه البلاد تطلع للنور. فاتمنى انه مشروع العجين والزين يعني ينال اعجاب ناس كثيره تتعامل، وان شاء الله احنا بنتمنى انه الناس اللي عكست التجارب اللي هم يتعاملوا معنا يعكسوها للاخرين، حتى لو في غراهم البعيده وفي الفرقان. احنا والله يعني زي ما قالوا عملنا اعراس للبقاره وللحمر وللجعليين والجنوبيين، والله انا من هنا بحييهم وبقول لهم محبه والله من العديل والذيل ليكم. كل السودان الجميل، هي العباره اصلا كل السودان الجميل، لا جهويه لا عنصريه، الزواج للجميع ان شاء الله. شكل العديل كل ثانيه وانتم طيبين وسعيدين والناس ذاتها تامه افراحها بالخير وبالبسيط وبالبركه وبكل السمح يا نوره. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ما اخر جمعه معاكم ونلتقيكم تاني شيخه العديل وزين، مراكزكم على زي ما وريتينا على الحتات اللي هو المين البري. ايوه احب اذكرهم الارقام بتاعت المركز الرئيسي اللي هي الخرطوم 3 0122 0946 0123 0123 20969. الارقام نوره حافظه والله. ايوه تمام، الارقام بتاعت المين البري 0122 023 615. شاكرين لك، شرفتينا شديد، وان شاء الله دائما معانا. تسلمي، انا سعيده بالتواصل معك ومع جمهورك الجميل. شكرا لك، اذا فرحه عين كل الحاجات الحلوه، ان شاء الله كل العزابة عرسان يعني، ورغم الظروف ورغم الحاجات تبقى فيه. شايفه ابو شارع الفاتحه طوالي معانا، تبقى كل الحاجات يعني عقبال كل الموجودين على القناه، وتبقى كل الناس اللي قدام تمشي تتقدم وتتهنى يعني، برغم الظروف دي تبقى بيت جدعة وفاهمة، ويبقى ولد فاهم وجدع، والناس تتقدم لقدام بالفي والما في يعني، ما هي ذات أميرة الشباب وذا أميرة الشباب، كل الحاجات الحلوة مع بعض نسمع ونجرى يعني. حبابكم عشر وبشر بالخير والله، عديلة وزين علينا وعليكم. عشان جميل عشان سمع تشاف صودة بوديت لبي، عشان جميل عشان سمع أنا هنا يوري ألقاك أمسي بيك وصبي، عشان جميل عشان انت تأمر الكل سمي، عشان جميل عشان سمي أتأمر ما تاخد إذن، عشان جميل عشان سمي هيل بيك الذهبي وزن، عشان جميل عشان سمي أنا صدقني بحر شديد لو مني قلبك حزين، عشان جميل عشان سمي انت تأمر الكل سمي، شوفتك مكاسي وربي، عشان جميل عشان سمي الحال معاك بنصلي، عشان جميل عشان سمي هادي الدنيا حمل البلاك وين حلو يقع وين ملي، عشان جميل عشان سمي ايا جميل عشان سمي جعل جميل عشان سمي هيا العريس يميل عشان سمي دخالي سمي عشان سمي هيا العروس يميل عشان سمي ويا سمي يا علي ويمين عشان سمي وعشان سمي عشان سمي هو دامنا ويمين عشان سمي دامنا ويمين عشان سمي وعشان سمي عشان سمي عشان سمي ده عشان يومي عشان سمي وعشان سمي عشان سمي ويا يومي عشان سمي تمام وعشان سمي وعشان سمي وعشان سمي هذا جمال سمي عشان سمي.
يا جميل عشان سمير وعشان سمير عشان سمير يا سميك يا جميل عشان سمير وعشان سمير أي عمر يميل عشان